العراق شيعة قادة شيعة متدينين ما بتجيش أمريكا، اللي جابوها الشيعة المتدينين بالدين الشيعي، مش الناس العاديين أو العلمانيين، مش العلمانيين اللي استخدموها. اللي استخدموها أولا ما حزب الدعوة اللي بسمي نفسه حزب الدعوة الإسلامي، حزب الدعوة الإسلامي اللي ابتداء أنشأه محمد باقر الصدر، الصدر اللي منه المالكي ومنه الحكام اللي أجوا بعدين واللي موجود الآن، ما هو من حزب الدعوة. ما هو ليش سلمتهم أمريكا أصلا؟ وتصوروا لما أمريكا تأتي وتضع لهم دستور، الدستور هذا يجعل الأغلبية، الدستور بحيث حتى لو بصير انتخابات ولا إيش ما يصير تكون الأغلبية لمين؟ للشيعة. وانسوا إنه لا تظنوا إنه أصلا الشيعة في العراق هم أغلبية، هذا كذبة، هم يكذبون. الأغلبية هي للسنة سواء كانوا أو للمسلمين أدق، لأنه أنا الحقيقة بدأت يعني أشعر إنه إحنا منخون لما نقول لعامة جماهير المسلمين إن هذول المسلمين، لأنه منساعدهم كثير على إنهم ينقضوا على الإسلام وعلى أمة الإسلام. ليش ما نكشفهم على حقيقتهم إيش هم هذول؟ لمتى نظل نقول سنة وشيعة؟ لذلك إحنا بدنا نقول في هذا الدرس نظل نستمرين مسلمين وشيعة ويهود وغيرهم ومسيحية أديان أخرى. من حق الشيعة كدين إنهم يمارسوا دينهم برضو بحرية، ومش صحيح إنه المسلمين في أي وقت من الأوقات وين ما كانوا موجودين الشيعة إنه كانوا بيجبروهم يغيروا من دينهم، وكانوا بيمارسوا دينهم، ولكن ممكن بعض الحكومات كانت تمنع بعض الممارسات اللي أصلا هي دخيلة على الدين، زي اللطم والضرب وهذه هاي اللي اخترعت في أيام الصفويين.